الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، وقد وقفنا في حديث السادس عشر من حديث سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطرة وأخروا السحور. معنى هذا الحديث، يدل هذا الحديث أن الشارع الحكيم يحث على تمييز العبادة ووقتها من غيره. يعني صلاة الظهر لا يجوز إنسان يصلي متعمدا أو غير متعمدا قبل الظهر، لا يجوز. صلاة الظهر لها وقت، صلاة العصر لها وقت، ولذلك لا بد أن تتميز العبادات عن وقتها. لماذا؟ ليتبين النظام والطاعة في امتثال أوامره جل في علاه، والوقوف بها عند حدودها. ولذا فإنه لما جعل الشارع الحكيم غروب الشمس ووقت إفطار الصائم، حثه على مبادرة الفطر عند أول ذلك الوقت، وأخبر أن الناس لا يزالوا بخير، يعني لا يزالوا بالسنة، متمسكين بالسنة، ما عجلوا الفطر، لأنهم لذلك يحافظون على السنة. فإذا أخروا الفطرة فهو دليل على ماذا؟ على زوال الخير، دليل على زوال الخير عنهم، لأنهم تركوا السنة التي تعود عليهم النفع الديني، وهو المتابعة، والدنيوي الذي هو حفظ أجسادهم وتقويتها بالطعام والشراب، اللذين تتوقى أنفسهم إليهما. لذلك استفاد من هذا الحديث استحباب تعجيل الفطر إذا تحقق غروب الشمس. بماذا تحقق؟ بالرؤية أو الخبر الثقة أو أذان على وقتها. وقد يكون مؤذنين يعني يأذنون على غير وقت، يتأخرون دقيقتين ثلاثة، وأحيانا يتأخرون خمس دقائق في بعض البلدان. أنا لا أتبع المؤذنين، يعني إذا أنت اتبعت المؤذنين ضاع عليك السنة. لكن المؤذن مؤتمن حافظ على السنة، نعم أتبعه. والذي يعني يتأخر عن الأذن حتى لا أردد خلفه، لأنه خالف السنة، هذا بعد خمس دقائق يؤذن انتهى وقت الأذان. الأمر الآخر أن التعجيل للفطر دليل على بقاء الخير عند من عجله، وزوال الخير عمن أجله. والخير المشار إليه في الحديث لا يزال الناس بخير، ما معنى؟ هو اتباع السنة، مع أنه من محبوبات النفوس. أيضا هذا الحديث يدل على معجزات النبي صلى الله عليه وسلم، فإن تأخير الإفطار، تأخير من عمل بعض الفرق الضالة الذين هم إحدى الفرق الضالة، ولا أريد أن أسميه، واللبيب يفهم بإشارة، وليس لهم قدوة في ذلك إلا اليهود. لماذا؟ لأن اليهود لا يفطرون إلا عند ظهور النجم، النجوم في السماء إذا رأوا أفطر، هذا قدوتهم. نأخذ حديث آخر، حديث سابع عشر، حديث عمر رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أقبل الليل منها هنا وأدبر النهار منها هنا فقد أفطر الصائم. حديث هذا تكلمنا أن وقت الصيام الشرعي من طلوع الفجر إلى غروب الشمس في محاضرات السابقة، ولذا فقد أفاد النبي صلى الله عليه وسلم أمته أنه إذا أقبل الليل من قبل المشرق وأدبر النهار من قبل المغرب بغروب الشمس
فقد دخل الصائم في وقت الإفطار الذي لا ينبغي له تأخيره عنه، بل يعاب ذلك. لماذا؟ لامتثال الأمر الشارع، وتحقيقا لطاعة الله عز وجل، وتمييزا لوقت العبادات من غيره، وإعطاء للنفس حقها كذلك من متع الحياة المباحة. ماذا نستفيد من هذا الحديث؟ نستفيد من هذا الحديث استحباب تعجيل الفطر إذا تحقق غروب الشمس. وأيضا نستفيد من هذا الحديث أنه لا بد من وجود إقبال الليل الذي يقارنه إدبار النار للإفطار. فإن مجرد الظلمة فقط إذا تروا الظلمة من قبل المشرق مع وجود الشمس ليس معنى إقبال الليل، فإن إقبال الليل حقيقة مقارن لإدبار النهار، فهما متلازمين. إذا دخل الليل اختفى النهار، وإذا ظهر النهار اختفى الليل، وهكذا. قوله فقد أفطر الصائم، ما معنى فقد أفطر الصائم؟ هنا معنيين. المعنى الأولى إما أنه أفطر حكما بدخول الإفطار ولو لم يتناول مفطرا، يعني خلاص حتى لو لم يأكل حكما بأنه أفطر، ويكون الحث على تعجيل الفطر. في بعض الحديث معناه الحث على فعل الإفطار حثا ليوافق المعنى الشرعي، أو وإما أن يكون دخل، وإما أن يكون دخل في وقت الإفطار. الأولى أفطر حكما انتهى ولو لم يكن قد أكل غير صائم يكون، أما الثاني أن يكون دخل في وقت الإفطار، كما تقول مثلا أنجت لمن دخل نجد مثلا، واتهم لمن دخل تهامة مثلا. يكون الحث على تعجيل الفطر على باب، وهذا أولى. روى البخاري في روايته فقد حل الإفطار، هذا في رواية البخاري فقد حل الإفطار. أيضا يستفاد من هذا الحديث ينبني على هذين المعنيين حكم الوصال. الآن سنتكلم عن الوصال، حكم الوصال. فإن قلنا معنى فقد أفطر الصائم أفطر حكما، فالوصال باطل، لا يجوز لأنه أفطر، لأنه لا يمكن ذلك. وإن قلنا معناه فقد دخل في وقت الإفطار فيكره مع اقترانه بالنهي عن الوصال. وصال نتكلم عنه هذا الحديث الآن، حديث اللي بعده، حديث 18، حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الوصال. قالوا يا رسول الله إنك تواصل، قال إني لست كهيئتكم، إني أطعم وأسقى. رواه روى أبو هريرة وعائشة وأنس رضي الله عنهم هذا الحديث بهذه الصيغة. وجاء في صحيح مسلم عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه فأيكم أراد أن يوصل فليوصل إلى السحر. أولا ما معنى الوصال؟ أو نذكر شرح الحديث ثم نتطرق إلى معنى الوصال. الشريعة الإسلامية سمحة ميسرة لا عنة فيها ولا مشقة، ومشروع لحكيم يكره الغلو والتعمق. الله جل وعلا يكره الغلو والتعمق والتشدد، لأن في ذلك تعذيبا للنفس وإرهاقا لها، والله لا يكلف نفسا إلا وسعها. ولأن التيسير والتسهيل أبقى للعمل يدوم مع الإنسان، وأسلم من السام والملل.
وفيه العدل الذي وضعه الله عز وجل في الأرض، وهو إعطاء الله ما طلبه من العباد، وإعطاء النفس حاجته من مقوماتها. لهذا النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الوصال في الصيام. الوصال هو معناه أن يصوم يومين أو أكثر بدون أن يفطر، أي أنه يواصل الصيام في الليل فلا يأكل ولا يشرب. يعني الآن أنت صائم، مغرب لا تفطر، متى تفطر؟ بكرة مغرب لا تفطر، بعد بكرة مغرب أو بكرة تفطر، هذا تواصل الصيام. كان عليه الصلاة والسلام لما أعطاه الله ما لم يعطيه غيره يواصل الصيام. كان النبي صلى الله عليه وسلم له قوة، وكان لديه إعانة من الله عز وجل، فقال الصحابة إنك تواصل، لأنهم أرادوا يواصلون مع النبي صلى الله عليه وسلم، ولنا فيك قدوة قالوا، وذلك قبل أن يعلمهم بميزته عليهم. النبي صلى الله عليه وسلم له مميزات، فقال إني لست مثلكم، يعني مو مثلكم، أنا لي قدرة غير قدرتكم، الله عز وجل يعينني، لأني إيش العلة هنا؟ لأني أبيت يطعمني ربي ويسقيني، وليس لكم هذا المقصود. الصحابة لا يطعمه أحد ولا يسقي، فلا يستطيعون عن الوصال. ثم قال لهم ما دمتم راغبين في الوصال، أيكم أراد الوصال، فمن وجد من نفسه قوة عليه ورغبة فيه فليواصل إلى السحر فقط، يعني يواصل مغرب لا يأكل، وقت السحور مرة واحدة يفطر ويتسحر إلى السحر فقط، هذا حدكم. تأخير عشاءه يعني إفطاره إلى السحر، فيكون طعامه في ليالي الصيام وجبة واحدة. ومن حكم الصيام التخفف من الطعام، أو التخفيف من الطعام، لابد الإنسان لا يكثر من الطعام حتى لا ينام في الصلاة. طيب، مسألة إني أطعم وأسقى، اختلف العلماء ما معنى هذه الكلمة، ما معنى إني أطعم وأسقى في الطعام والشراب. أحدهما أنه طعام وشراب حسي تمسكا باللفظ، قالوا إن تمسك باللفظ إني أطعم، يعني يأكل النبي صلى الله عليه وسلم ويشرب حقيقة، الله عز وجل يعطيه أكل والشرب. القول الثاني قالوا أنه ما يفيض على قلبي من لذة المناجاة، يعني يتلذذ إنسان أحيانا لما يقرأ قرآن لا يريد أحد يزعجه حتى، لأنه في لذة وطعم وحلاوة، لذلك لا حتى لا يحس بإيش بالجوع، يعني يحس بلذة المناجاة والمعارف. فإن توارد هذه المعاني الجليلة على القلب يشغله عن الطعام والشراب فيستغنى عنهما، لا يريد لا طعام، هذا طعام وشراب، هذا القول. ولو كان طعاما حسيا لم يكن مواصل، ما يصبح الوصال، ولم يقل لست كهيئتكم. وقد بسط القول هذه مسألة ابن القيم في الهدي الساري، فمن شاء منكم فليراجع. ثم اختلفوا في حكم الوصال على ثلاثة أقوال. قول جائز مع القدرة، وقول محرم، وقول مكروه. الوصال ليس إلى السحر، المقصود يعني يومين ثلاثة أيام.
فذهب إلى جواز مع القدرة، الذي عنده قدرة يواصل يومين ليلتين أو ثلاثة. عبد الله بن الزبير وبعض السلف كعبد الرحمن بن أبي نعيم أو أبي نعيم وإبراهيم بن زيد التيمي وأبي الجوزاء، أبي الجوزاء، هؤلاء رأوا بأن جائز مع القدرة. وذهب إلى تحريم الأئمة الثلاثة أبو حنيفة ومالك والشافعي الجمهور. وذهب بالتفصيل إلى التفصيل، فصل فيها في هذه المسألة الإمام أحمد وإسحاق وابن مندى وابن خزيمة وجماعة من المالكية، فهو عندهم جائز إلى السحر، هذا ما عنده مشكلة، مع أن الأولى تركه تحقيقا لتعجيل الإفطار، ومكروه بأكثر من يوم وليلة. قالوا مكروه. طيب نبدأ بأدلتهم. أدلة المجيزون قالوا جائز، قالوا بأن النبي صلى الله عليه وسلم واصل بأصحابه يومين، فهو تقرير، فهو تقرير لهم، ولو كان حراما لما يقرهم. وبأن عائشة رضي الله عنها قالت نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الوصال رحمة بهم، استدلوا بهذا، فنهيهم عنه كنهيهم عن قيام الليل خشية أن يفرض عليهم، قال خشيت ألا أفرض عليكم، ولم ينكر على من بلغه أنه فعله ممن لم يشق عليه. فإذا كان المواصل لم يرد التشبيه بأهل الكتاب ولا رغبة عن السنة في تعجيل الفطر، لم يمنع من الوصال. قالوا جائز ما فيها مشكلة. واستدل المحرمون الذين قالوا حرام وهم جمهور علماء، قالوا النهي يقتضي التحريم كما أن الأمر يقتضي الواجب. إذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم ونهى الله عز وجل، الأصل في التحريم حتى يأتي إيش صارف يصرفه عن التحريم. قالوا النهي نهى النبي صلى الله عليه وسلم، الأصل في التحريم، وأما مواصلته بهم، طيب هو كيف واصل؟ فلم يقصد به التقرير. هذا لا يدل بأنه أقر تقرير بأنه يواصل، بأنه جائز لكم أيضا، وإنما قصد به التنكيل، تنكيل والتعذيب والعقاب، كما هو مبين في بعض الألفاظ الحديث. فحين نهاهم فلم ينتهوا بل ألحوا في الطلب، واصل بهم للتأكيد النهي والزجر وبيان الحكمة في نهيهم وظهور المفسدة التي نهاهم لأجلها. فبعد بيان هذا يحصل منهم الإقلاع عنه وهو المطلوب. طيب، وقول عائشة رضي الله عنها قالوا نهى عن الوصال رحمة بهم، فلا يمنع أن يكون النهي للتحريم، لا يمنع، بل يؤكدوا. قالوا فإن من رحمته بهم أن حرمه عليهم، وكل الأوامر والنواهي الشرعية مبنية على الرحمة والشفقة. هذا جوابهم. أما الذين فصلوا في ذلك وهم أصحاب أحمد وابن القيم، وهذا قول من أعدل الأقوال، الحديث أبي سعيد الخدري لا تواصل وإياكم وأيكم أراد أن يواصل فليواصل إلى السحر، فهذا فهو أعدل الوصال وأسهله إلى السحر وانتهى الأمر. والصائم له في اليوم وليلة أكلة، ولكن الأحسن والأولى ترك الوصال مطلقا. لماذا؟ حتى يوافق السنة، لا يزال الناس بخير ما عجل الفطر. اليوم الناس حتى إلى مغرب يموتون يا شيخ، إيش الوصال تتكلم عنه؟ فالصحابة كانوا مع تقشفهم وضعف حالهم كانوا يواصلون إلى السحر. فإلى السحر جائز، والأولى تركه حتى يوافق السنة. طيب ماذا نستفيد من هذا الحديث؟
أولا تحريم الوصال، تحريم الوصال طبعا 3 أيام. الأمر الثاني جواز للقادر عليه إلى السحر، جائز إلى السحر، وتركه أولى طبعا. رحمة الشارع الحكيم الرحيم بالأمة إذ حرم عليهم ما يضرهم، الوصال 3 أيام أو وصال يومين ونصف. أيضا يستفاد من هذا الحديث حديث النهي عن الغلو في الدين، فإن هذه الشريعة السمحة مقسطة، تعطي الرب حقه والبدن حقه، فإن الواجبات الشرعية وجبت لمصالح تعود إلى العبد في دينه ودنياه، وإن ملاحظة الشارع لتلك المصلحة هي السبب في الإيجاب على العبد. وأيضا يستفاد من هذا الحديث أن الوصال من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه الذي يقدر عليه وحده صلى الله عليه وسلم، ولا يلحقه أحد في هذا المقام. أيضا يستفاد من هذا الحديث أن معنى الطعام والشراب بالنسبة إلى النبي صلى الله عليه وسلم، إن ربي يطعمني ويسقين في هذا الحديث، هو لذة المناجاة وسرور النفس الكبيرة بلقاء محبوبها، وله شواهد في الناس، والناس يعرفون هذا الشيء، لمن له مناجاة ولمن له عبادات في قيام الليل وصيام النهار وقراءة القرآن. هذا المعنى الذي يحصل لخليل الرحمن وحبيبه محمد صلى الله عليه وسلم لا يلحقه فيه أحد، يعني معنى إن ربي يطعمني ويسقين. أيضا يستفاد أن غروب الشمس وقت للإفطار، غروب الشمس وقت للإفطار، ولا يحصل به الإفطار كما تقدم، وإلا لما كان للوصال معنى إذا صار مفطرا بغروب الشمس. طيب، أيضا يستفاد من هذا الحديث ثبوت خصائص للنبي صلى الله عليه وسلم وتكون مخصصة، كما قال تعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة، وإسوة في قراءة إسوة حسنة. طيب، إلى هذا القدر نكتفي، والله تعالى أعلم وأعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.